مناسبة أو لغو حسيي كوبي تبنك أكتوبر وكو أستيسان مالين تعالمي غاها إيه قبدها يرير إسلامار كان أي كاسو قيب غلين وزيرا كاترسان دولة دا فدرال كصوماليا مداح كاسو عطي حيادها قرمدا ميدو بيه حيادة USAID إيو قيبها كلا دوان إيه بولشادة هو أيوغو هوريان وقانا دا هاوينكا عيا لغو قبتي مقالد مقدشو مداح كلا دوان أو كاهد الشي حسكان عيا سيقو تدير وغاها اللي بتقبك قبلها ورمرك هي حقوق ذا قبلها هي سدوك له عقبها جار كا قبلها هي دون كا كلا كل من مسؤوليتي كهذا الشيء مناسبة عيا وح كمدها وزير حقين كا وزير ده وين كا حقوق الإنسان كحكومة ده فدرال كا سوماليا عبد الحكيم جمعالة آدن هي سدوك له وزير حقين كا وزير ده عافيمات كحكومة ده فدرال كا سوماليا دكتور محمد حسن محمود بولالة ما أنتي تونا ومالين أن النجونة كدولة هاني حكومة هان أموجين إنه حقوق الدمر كأني تهاي أساسية يلا فدبرت بالشكرتا وعافمات قبتا وحبرتي هرمر نجارتي إنتي نفرسا إنت إيه إنت أنا جمع قنبة وحنلاقي هاي إسكدوبني يفهنسين يوحقبت يكرتي أيان أقرب حكرنا بيس كحن أما ماش هوسة يسومالي ده كجرتو أنا أقدر كرنا ميل هرمرسن. هذه السياسة هي هراء الدلك أهيان. إني سنفهم سنين محاربنا أنا إذين شغل نجودهان. إن نفهم سنة هاي ميزانك هي شرفته هي كرامة هي حقوقها ومدة سوماليا هبله ذي ليهين هي عرورته. ورنتي لباتويك وقبضن تتك يسوق قرتيته. وحينا تهي مانتا فرحاد غارة مانتا وحن حنباليادة يو فرحاد إيدي بالدك الانقلاقي بقلينا مانتا قبلها عرورتا يدير فرحاد السوحي وزارد هاوين كي هربانة الحقوق لأذنها يقوني اقوط تهي مادام ايتهي وزارد لفدبركو إهيد هايسي عرورتا يو قبلها حنباليادة يو حلو ذاقين أمرك قبلها سوماريد ميلو بيجوغان سومالي واقنها مرحلة ده قبلها يرئي سومارين تعديادة يو حيابها كود عوان قانا حالة ده سومارين وحبذن لكن مانتا وحوي وحي كل وحن أصمينا هدانا هو وزارة هوين كي وربنا حقوق أذنا إن عن شروع يو خاب كل جور تجل هوا حيا بهدي عجلة قبلها يركض عجلة بوليسية إن له هجدينا شروع داس الله مال مرن دونا هدول لا يرامك مانتا وحلينا هي حمبليو قبلها سوماليات مل بيجوعان قبل الثمان كسر جرتوا إلى إثنال كسر جرتوا قبلها يرير ومانتا مانتا توضوا واي وحلينا هي حمبليو مل بيجوعان سوماليا هدانا هو وزارة هوين كي وربنا حقوق أذنا أنا مرو البدء وحن تاجنا هي إن قبلها سير حقوق ضاد إيوه إن لم يل مريو وحول بوي لو إلى الله إن لم يل مرنه مناسبة أيام ذا حديك الجديد يقود بذها وحكم ذها وكيلك UNFPA سوماليا نيو جلابة وجلابة يا كدر عليك هذا الكوعي قلنت عافيماتك وحبر الشدة يدريال كهبلها يسوون سو هذا القادم مهمة أيلة ذا هاي مالنت عالمي جاء قبلها يرير We are very privileged and honored that on the auspicious occasion of the celebration of the International Day of the Girl Child. شرف iyo mudnaan ayay ino leedahay munaasabadan xuska maalinta caalamiga ee gabdhaha waxaan isku dayaynaa inta aan awoodno inaan hadalkeena ficil u bedelno ficilkana tani ayaa qayb ka ah oo maanta aynu daahfurayno mashruuca hooyooyinka ee gabdhaha caafimaadka qaba maalinta caalamiga ee gabdhaha waa maalin wacyigelineed oo ku saabsan arrimaha gabdhaha adduunka oo dhan gender-based violence, child marriage, and what have you, and every form of maternal mortality that can result from child marriage and teenage pregnancy. We bring attention to them through the International Day of the Girl Child. Waxa kamida in la ilaaliyo xuquuqdooda waxbarashada inay xur ay ka noqdaan oo laga badbaadiyo dhibaatooyinka oo kamid yahay gudniinka fircooniga حد قدب كوكسالي سان جنسيغا غوركا يغو آن قانقارين يو دمشادا خويا دا مركا يداليسو إن لغا هرتاغو لغانا إلاليو إلاحي لغا أوركا to the Somali girl and when we look at it from the hindsight of the adolescent girl we are very very happy and we are very very hopeful that will be the match of the action with the words will ensure that the Somali community and the Somali nation is developed at the end of the day. Labadi kun labiye tobanki, kobi tobanka October,
ayaa loo aqoonsaday maalinta caalamiga ah ee gabdhaha si loo muujiyo wax ka qabashada baahiyaha iyo caqabadaha gabdhaha soo food saara iyadoo la dhiirigelinayo awoosiinta gabdhaha iyo fulinta xuquuqdooda aadanaha. Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle, Muqdisho.